جميل جدا، لكن انا عايزه ارجع خطوه لورا. نعم الام او الاب في البيت ازاي يعرف ان ولاده في المرحله دي عندهم خطوره، او ان أعراض في الخطف. او ان نعم في اعراض ممكن تظهر تكون طبيعيه وهم مكبرينها قوي، او اعراض تكون يعني كبيره وهم نعم مصغرينها قوي؟ عايزين تبقى الدنيا دي واضحه. سبق وقلنا ان اعراض الخطر الطبيعيه في المراهقه انعزال، اضطرابات نوم، فنلاقيه ليل ونهار ونهار وليل. نلاقي ان المدرسه بقاله فتره طويله مش عاوز يروح، المذاكره ودرجاته نزلت مثلا كان بيجيب 90% ل 50 واحيانا يسقط، فالهوة شديده. ممكن يكون النزول مثلا من 80 ل 75، من يعني حاجات مقبولة تتعدى ونبتدي نتعامل معاها بخطة مختلفة، ولكن النزول شديد جدا، انعزال، مش عايز يقعد مع العيلة نهائي، على السوشيال ميديا 24 ساعة، قافل على نفسه بالمفتاح، باسورد لكل الدنيا، يعني كان ليه أفكار معينة يعني بخصوص الحالة اللي جاية لنا، فليه أفكار ومعتقدات وقيم راقية جدا جدا وذو أخلاق، و ونبص نلاقي الحاجات دي بتتغير، أفكاره اتغيرت، كتاباته على الفيسبوك من حد قيمي جدا ومتدين أو مثلا رياضي وكروي لحاجة مختلفة تماما، بقى العكس تماما. فمتابعة دوت مهمة جدا، تبنى أفكار معينة ما كانتش أفكاره قبل كده، انقلب تماما على الأفكار السابقة، يعني زي ما بنقول يعني يأس من الحياة ومن الطريق اللي كان متبنيه نهائي 100%، مش فترة صغيرة، لا الكلام ده استمر من 3 ل 6 شهور مثلا وهو مستمر على ما هو عليه. مثلا حالة زي اللي قدامنا دي، ان الاخت لاحظت ان بقوا يعني في اعتقال الاب الصلاة بالعافية، صلاة الفجر الام بتبقى يعني ده عكس طبيعتهم، هم ما كانوش كده. طبيعة المراهقة يا استاذة تسنيم بيحصل التغير ده بشكل طبيعي من غير اعتقال اب ولا سفر اب ولا ظروف يعني اجتماعية مختلفة عن الظروف المستقرة في الأول. طبيعة المراهقة بتيجي على موضوع الصلاة في المرحلة دي ويبتدوا يأثروا ويبتدوا يتكاسلوا، طبيعي. ولكن احنا شايفين الموضوع زيادة عن اللزوم، امتنع تماما عن الصلاة، عنده اضطرابات نوم شديدة لدرجة ان هو ما بينامش، ممتنع عن الأكل أو بياكل بشراهة، هستيريا ضحك، يعني تلاقي الموقف يعني مش مستاهل. اه بالظبط، وهستيريا ضحك أو هستيريا بكاء. بلاقي طبعا اعراض الانحرافات الخمسه اللي احنا شفناها، والام والاخت هيلاحظوا دوت، سواء الام بتتعامل مع نفس اللابتوب او الموبايل بتاع الابن فشافت دوت، هي الام هنا لسه ما تعرفش، البنت يعني اقصد الاخت اختها اختهم، او الام هتلاحظ ده في التصرفات في الملابس بتاعته في حاله في احواله بيبان، يعني الام بتحس بهذا التغير الشديد. مش زي ما قلنا قبل كده ان ممكن مش انحراف ولكنه تصرف خاطئ، ولكن بنقبله على فترات متابعه، لا الموضوع بقى زياده عن اللزوم، قفله الباب عليه بقت كتير جدا جدا جدا. يعني هتلاحظ اعراض الخطر ديت، انعزال، اكتئاب، امتناع عن الاكل، قفله الباب بالايام، مش عايز يتعامل مع حد نهائي، مش عايز يروح المدرسه، لو في الجامعه مش متواصل مع الجامعه نهائي، ومثلا سقط او في الترم او جاب مواد كتير او كلام من ده، فتلاحظ ان حياته بقت اعراض خطر فعلا، مش ده ابني او مش دي بنتي، فنبتدي نتعامل بناء على ذلك، لان ممكن يكون يعني نفس في انحراف معين، الضغوط النفسيه الشديده لابد ان البني ادم ينفس، فمش كل الاولاد بينفسوا بشكل ايجابي، من الاول اساعده انه ينفس بشكل ايجابي، بمعنى ان اولادنا لو في مكان معين ابقى حريصه جدا اعزم لهم صحبه صالحه، انا مش هوجهه في صحابه، يعني مهم اختيار الصحاب دي طبعا، الصحبه الصالحه او الصحبه السيئه من الحاجات المهمه جدا في حياه المراهق، بس هل هو هيقبل او هي هتقبل صاحبي دي؟ مستحيل، حتى لو لمحت لها حتى من بعيد، ولكن ممكن نعمل يعني عزومات، خروجات، تواصل اجتماعي بشكل معين، ان القفله الاجتماعيه للاسر سواء في مصر او خارج مصر، ان الموضه بقى كل واحد في حاله وكل واحد عنده اثره وانانيه، ان ولادي بيتي بتاعتي، مش عايزين حد يطلع علينا، مش عايزين مشاكل، مش عايزين تواصل، لا استحمل شويه المتاعب اللي بتحصل من التواصل الاسري مع الاسر الاخرى، لانه هيحقق لي نجاحات مختلفه، هيخلي عيني على اولادي وهم بيتصرفوا مع المراهقين من الاسر الثانيه، فيبتدي انا حاطه له اطار مهم جدا، بيبقى له صديقه القريب منه او صاحبتها القريبه منها، ودايره الصحاب، دايره الصحاب اللي هي ال 10 15 اللي حواليهم اللي بيحبوا يعني ايه زي ما بيقولوا بلغتهم بيزيطوا معاهم يعني، فدول اللي بيخرجوا وبيروحوا وبيعملوا اعياد ميلاد والحاجات اللي هم ايه بيحبوا الجو ده جدا،
وده تغيير. ولكن انا عايزه اضمن دول، ما هو دول مهمين برضو وتاثيرهم يعني لو ما كانش الوقت هيبقى بعدين. وانا بدات اشعر باعراض خطر نتيجه تواصل المراهق مع الصحبه دي اللي انا ما عملتهاش بايدي. طيب يعني